One, two, three, four. One is old, no more. Five, six, seven, eight. سعودي إيش هترسل؟ على سفر اليوسي. بحرين will be free. على خليج اليوسي. بحرين will be free. تلميذ خليج اليوسي. بحرين will be free. إنه لظلم عظيم أن تصدر أحكام جائرة بقتل أربعة من أبناء البحرين بررة من سكان منطقة الدراز التي يقتنها سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم. إنها رسالة موجهة ليس فقط لأهالي هؤلاء ولا لسماحة الشيخ عيسى فحسب، بل للوطن كله، للبحرين كلها، أننا قادرون على أن نقتل من نشاء. نحن هنا لنقتل، نحن هنا لنعبث، نحن هنا لنأتي بالأجانب، نحن هنا لنستخدم الاحتلال من كل مكان. نحن هنا لا يهمنا شعب البحرين، ما يهمنا هو أن نبقى حتى لو تطلب ذلك أن نأتي بالأجانب، بالاحتلال، بقوات السعودية، بالقواعد الأجنبية. فهذا النظام إنما هو في حرب ليس فقط مع الناس، وإنما مع الأرض، مع الشعب، مع الوطن، مع المنطقة كلها، لأن المنطقة لن يستقر لها حال إذا بقيت قواعد عسكرية للأجانب. فهذه الأحكام الجائرة لن تغير موقف الشعب إلا باتجاه المطالبة والإصرار أكثر بضرورة التغيير السياسي، لأن هذا النظام إن بقي فسيظل يقتل، سيظل يقتل ويقتل ويقتل، لأن عقليته دموية تصفوية، وهذا يتنافى مع أخلاق أهل البحرين، مع تراث أهل البحرين السلمي المتطور المتحضر، صاحب العلم وصاحب الأخلاق والشهامة والقيم والانتماء للدين والإنسانية وللعروبة وأيضا لتراب هذه الأرض. British government, you will see. Bahrain will be free. The whole world, you will see. Bahrain will be free. Hands off. Hands off. Hands off. المحاكم العسكرية في البحرين وما يصدر فيها من أحكام جائرة ضد المواطنين تهدف بداية لتخويف الناس، لإرعابهم، لتخويفهم من النهوض والاستمرار في الثورة. ثانياً، تعكس وتؤكد وتدلل مدى استخفاف الخليفيين بأرواح المواطنين، بدمائهم، بأعراضهم، بحقوقهم، بكرامتهم. ثالثا، تحمل العالم وخاصة الحقوقي من مسؤولية النهوض للتصدي والدفاع ووقف هذه الانتهاكات ووقف هذا الاستخفاف بدماء المواطنين البحرانيين. وفي نهاية المطاف، هذه الإجراءات وهذه الأحكام وهذه السياسة لن تنعكس إلا بمزيد من إصرار البحرانيين على خطهم الثوري، بمزيد من الإصرار على الاستمرار في هذا النهج حتى إسقاط هذه القوانين القمعية وهذه المحاكم الجائرة، بل إسقاط هذا النظام الدكتاتوري الخليفي الجاثم على صدور البحرانيين.